Your Excellency President Vladimir Putin. Your Excellency Putin. BRICS nations. أيها أصحاب الفخامة زعماء دول تجمع بريكس وأيها زعماء دول بريكس زايت وأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريش أصحاب المعالي وزراء في البداية أريد أن أهني السيد بوتين برئاسة في قمة مهمة لتجمع بريكس. بهذا الطريق نحن نتوصل إلى اتخاذ إعلان مهم وإن تجمع بريكس وبريكس زايد منصة ثانية مهمة لتعزيز العلاقات بين الدول من جنوب العالم الكبير وأسواق النامية. وينبغي أن نستخدم هذه الأسواق لتحقيق الحوار البناء، وعلينا نستخدم منصة البريكس لإسهام في تطوير مجال إنساني ثقافي بين شعوبنا. نحن نرحب مشروع روسي مشاريع روسية الرامية لتعزيز الدول تجمع بريكس من خلال إجراءات مختلفة التي يتم تحقيقها في مجال النقل اتصال النقل والمواصلات. هذا أمر سيساعدنا في اندماج بين دول تجمع البريكس وبريكس الزايد وتحقيق خيارات البديلة في هذا المجال. وإن الأسواق المناطق الحرة في أفريقيا ستساهم بشكل كبير of the African Union Agenda 2063. This is an initiative of the African Union to create a single unified air transport market in Africa to support the continent's economic integration. اتصال النقل والمواصلات هذا أمر سيساعدنا في اندماج بين دول تجمع البريكس وبريكس الزايد وتحقيق خيارات البديلة في هذا المجال. وإن الأسواق المناطق الحرة في أفريقيا ستساهم بشكل كبير لاستخدام الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات، وأكثر من ذلك سيتم خلق الفرص التي تؤدي إلى يعني جمع الدول الأفريقية مختلفة وإقام. ومشروع الكبير الثاني هو السوق الجوي الكبير في أفريقيا ومشروع الاتحاد الأفريقي لإقامة السوق الجوي لإجراء رحلات الجوية لتقريب وتكامل بين الدول الأفريقية، وهذا شيء إيجابي أيضا في إطار التجمع البريكس. وعلينا نستخدم كل فرص متوفرة لتعزيز التعاون وتقوية الاتصالات من خلال تحسين الأمور في أفريقيا. أصحاب الفخامة، جنوب أفريقيا قلقة بسبب أعمال القتالية التي تقوم بها إسرائيل، ونحن قد وصفنا هذا الأمر بإبادة جماعية، وهذا قلق كبير بالنسبة لنا، يقلقنا بشكل كثير. وإن هذه إبادة جماعية أدت إلى أن جنوب أفريقيا تقدمت إلى محكمة العدل الدولية بطلب وقف قتل أبرياء من النسوان والأطفال في قطاع غزة. برأينا العالم برمته من المستحيل أن تكون فقط شهيدا لقتل النساء والأطفال. وجنوب أفريقيا دائما كانت متمسكة بتسوية الأزمة الفلسطينية بشكل منصوص في قرارات الأممية
في إطار حدود الرسمية من 1967 وعاصمة في القدس الشرقي وفقا لجميع القرارات الأممية ووفقا لقانون الدولي والمواصفات الدولية موافقة. نحن ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة أن تعمل بجهد لتسوية الأزمات مختلفة في السودان وفي أفريقيا. ونحن نرى أن هذه أزمة جديدة التي يبدو أن العالم ناسي عنها وأزمات مختلفة في منطقة سنسات، وعلينا أن نحافظ على التماسك في لتسوية كل الأزمات من خلال الحوار. ينبغي علينا أن نوفر الظروف لدول مختلفة لكي لممارسة سياسة مستقلة.